النهارده انا موجود في برشلونه، واحده من اجمل المدن في العالم، علشان سببين. اول سبب عشان نكتشف المدينه، والتاني سبب عشان نحضر ماتش برشلونه. فتعالوا مع بعض نكتشف برشلونه عامله ازاي. طبعا احنا وصلنا امبارح كانت كل حاجه فاتحه ومحلات فاتحه، ولكن النهارده عشان النهارده يوم الاحد كل المحلات قافله، يعني مفيش اي محلات فاتحه في المكان اللي احنا نازلين فيه. فاحنا نازلين النهارده ناخد جوله، وعلى امل ان المحلات تكون فاتحه ونبسط ونقضي وقت حلو. طبعا اساسي تشتري الكارت دوت اول ما توصل برشلونه. الكارت ده اهم حاجه، لان هو بيوديك اي حته في برشلونه ببلاش. يعني كارت بتشتريه بيبقى مده زمنيه معينه. الكارت ده مدته بتبدا من يوم لحد 5 ايام، تقدر تستخدمه في اي حته في برشلونه، مترو، قطر، باص، اي حاجه تركبها ببلاش. تحط الكارت هنا، تطلع وتنزل على طول. اساسي عندك ان انت لو رايح اي مكان تفتح على جوجل مابس وتشوف خط القطر اللي انت هتركبه ايه، علشان خاطر يسهل لك الموضوع. بتعرف الخط بتاع القطر مكانه فين وتبدا بقى تتحرك على اساسه. احنا مثلا رايحين نفطر في المكان ده، فبشوف بقى على الدايركشنز القطر رقم كام. يعني هنا خط اسمه في 15، ودي المحطه اللي انا المفروض اركبها، بالما جران فيا، فين احنا نركب باص وننزل دايركت على طول. احنا حاليا في محطه المترو، في ان انت مثلا بقى تركب المترو دوت تنزل على كاتالونيا وتنزل تتمشى شويه او تاخد باص تاني. بص هو اسرع، فخلينا نشوف الباص. نركب باص عشان الباص اسرع. يلا بينا. طبعا السرعه الاساسيه للعربيات وسط البيوت هي 30، يعني 30 ما يقدروش ان هم يتعدوا السرعه دي زي اللي بيجري هناك ده، لان المدينه مصممه انها تساعدك اكتر على المشي، وان يبقى في حركه عربيات اقل في المدينه. طبعا من الحاجات اللطيفه جدا اللي تشوفها في شوارع برشلونه ان انت عندك العجل ده بتاجره. كل العجل اللي موجود هنا ده تقدر تاجره تمشي بيه، تفتح الابلكيشن من هنا وبتخلص وبعد كده ترجعها تاني. المدينه ذات نفسها بالكامل ما فيش فيها فكره ان انت انتخى وعربيات كتير وكده، لا. وصلنا عند محطه الباص، المفروض ان احنا ناخد الباص هنا في 13، دي المحطه اللي احنا واقفين فيها، لحد المحطه اللي هننزل فيها اسمها مونتينير. بص على جوجل جايب لك 9 محطات، وتنزل المحطه اللي انت عايزها، وبعد كده هتنزل تتمشى دقيقه واحده للمطعم اللي انت عايزه. عشان كده بقول لكم ان جوجل هنا بيسهلوك كل حاجه تقريبا، بتحط بس اللوكيشن وتتحرك طبقا لحركه الباص وتشوف انهي اقرب حاجه ليك. طبعا تصميم المباني هنا في برشلونه مختلف عن اي مدينه تانية، متفرغه من جوه وفيها شجر عشان خاطر يدخل هواء اكتر للسكان، وعلشان خاطر يخلقوا بيئه متناغمه. هتحس الموضوع منظم ومتصمم بشكل غير طبيعي. كل الحته اللي احنا فيها ديت عباره عن بلوكات كلها نفس الشكل ونفس الحجم بتاع المربع بتاع البلوك كله بالكامل، نفس الشكل نفس التصميم. اشهر الوجبات المعروفه في برشلونه اللي لازم تجربوها لو انتم موجودين هنا هي البرانش. جينا المكان دوت عشان خاطر نجربه، وخلينا نشوف الاكل عامل ازاي. كان في مكان جوه بس احنا اخترنا نقعد بره عشان خاطر جوه في زحمه، فمش هنعرف نتكلم مع بعض زي ما احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي. وده المنيو، عندنا في هنا انواع مختلفه من بانكيكس. اني سبيشال درينكس يو هاف؟ نوت الكحول. اه يا البرانش. يو لايك جينجر؟ جينجر نوت ريلي. نوت ريلي. سو اي هاف ذيس ليمونيد ان كيس يو لايك ات. راسبري ليمونيد. راسبري ليمونيد. اوكي جايز. انواع مختلفه كتير من الاكل عندك هنا، مثلا بانكيكس وفي توست افوكادو بتاع. طلبنا اكتر من حاجه كده، خلينا نجربها مع بعض. ثانك يو سو ماتش. سمثينج ايلس جاست اسك. ثانك يو. طلبنا حاجه اسمها بان كيك رويال، ودي عباره عن بان كيك مع سلمون مع بيض مع صوص من فوق، ما اعرفش الصوص ده عباره عن ايه صراحه، فخلينا كده ندوق ونجرب. الفكره في الاول ان انا كنت فاكر ان ده طبق حلو، يعني قلت بان كيك، بان كيك رويال هيبقى بان كيك وحاطط عليه كل حاجه، ولكن طلع خدعه. فخلينا كده ندوق ونشوف. جامد جامد موت. بان كيك مع سلمون وبيض. السلمون جامد جدا والبان كيك رهيب، تجربه مميزه للغايه. طلبنا بقى مع برانش ليمون بالتوت، برده شكله ظريف، خلينا نجرب. جامد جامد بس حرق شويه. ما بتحبوش الحاجه الحادقه ما بلاش، لان هو تقريبا كده ومش حاطين عليه سكر خالص، طبيعي جدا يعني. فالناس اللي بتحب الحاجه الصور ده ظريف. ده شكل البان كيك من جوه عامل ازاي. طبقتين من بان كيك، سلمون تحت وسلمون فوق، وفوق هنا في بيضتين. فصراحه الميكس ده اول مره اجربه، ولكن رهيب. توست عجبك؟ توست الافوكادو سلمون. الاختيار ده برضو لطيف جدا، افوكادو توست بالبيض، ممكن تجيب اضافه سلمون. عجب سامي جدا، حلوه. من تجربه مميزه جدا اللي في برشلونه، ما ينفعش تفوتوها خالص البرانش. هنخلص الاكل ونطلع مكان تاني. على بعد بقى 5 دقائق ماشي من المطعم اللي احنا لسه فطرانين فيه، في واحد من اهم المباني اللي موجوده في برشلونه اسمه كازا باتيو. كل الناس بتيجي عشان تتفرج عليه، لان هو مبنى غريب جدا. اللي سميه واحد معماري اسمه انطوني جاودي، وده يعتبر من اشهر المباني موجوده في برشلونه. المبنى ده غريب جدا عن كل المباني اللي موجوده في برشلونه، فيه زخارف واشكال غير عاديه. ده شكل مبنى كازا باتيو. طبعا زي ما انتم شايفين كميه الناس اللي عايز تدخل، المكان زحمه جدا، كله عايز يخش جوه يشوف المبنى من جوه شكله عامل ازاي.
عشان تخش لازم يكون عندك تذاكر مسبقه، ولا احنا ما عملناهوش، جينا على طول وللاسف ما كانش فيه تذاكر. نصيحه برده عشان خاطر تخش مبنى تتفرجوا عليه من جوه لازم تكون حاجز تذكره باليوم بتاعك اللي انت عايزه من على السايت بتاعهم، وغالبا سعرها 30 يورو. زي ما انتم شايفين التصميم من بره زخارف، وحتى شكل الازاز والبلكونه مختلف تماما عن اي حاجه ممكن تشوفوها قبل كده. طبعا برده تقدر تيجي بالمترو من هنا قدام كذا باتيو على طول، وبرده في جنبيه مبنى مميز جدا برده بس مفيش زحمه عليه قوي زي المبنى ده، لكن كل المباني اللي في المنطقه ديت جامده جدا صراحه. برشلونه لطيفه، برشلونه لطيفه مفيش كلام يعني، جمال المباني هنا ده لوحده حكايه ثانيه خالص يعني. بعد ما شفنا كذا باتيو دلوقتي واخدين المترو ورايحين على سرجادا فاميليا اشهر كاتدرائيه موجوده في برشلونه. برشلونه بلاسا كاتالونيا. وصلنا عند سرجادا فاميليا، واحده من اكبر الكاتدرائيات الموجوده في برشلونه، والكاتدرائيه دي تصميمها غير طبيعي، بداوا في البناء بتاعها من 100 سنه ولسه لحد دلوقتي ما خلصش. فدي اشهر كاتدرائيه في برشلونه، واحده من اهم الاماكن لازم تزوروها. طول بتاع المكان غير عادي، وشكل الكاتدرائيه غريب، تحس ان هو مخيف شويه كانك انت في فيلم رعب حبه يعني. حتى البوابه بتاعتها ضخمه جدا، بوابه كبيره، والمبنى من بره شكله مخيف. طبعا بره للاسف شديد ما فيش تذاكر لان احنا ما حجزناش قبل كده. كل الاماكن اللي في برشلونه المشهوره زي كاسا باتيو وزي سرجادا فاميليا ما ينفعش ان انت تيجي من غير تذاكر عشان ما تسوحوش. فنرجع بقى للفندق نستعد للماتش، عشان ماتش برشلونه الساعه 7، فروح نروح على الفندق نغير هدومنا ونروح على الماتش على طول. رجعنا الفندق غيرنا هدومنا وجهزنا ان احنا نروح للماتش، ولكن في مشكله، الكاميرا مش مسموح بيها ان انت تروح الماتش. هناخد الموبايل بقى معانا وان شاء الله اقدر اقول لكم الصوره هتبقى عامله ازاي وايه اللي موجود في الماتش. فيلا بينا على ماتش برشلونه. كميه زحمه في الشوارع غير عاديه، ما عرفناش نوصل للاستاد، وعدى نص الماتش ورايحين عشان نلحق الشوط الثاني. مواصلات في برشلونه تريكي جدا، لازم تكون مخلي بالك حته التوقيت ديت، لان عادي جدا الطرق تقفل او ان انت ما تلحقش الباص، ودي بتبقى كارثه يعني. فاحنا دلوقتي رايحين على الماتش وان شاء الله نقدر نبسط ونسوي لكم ماتش برشلونة. طبعا الاجواء غير عاديه، في انبهارات بتحصل، الاستاد من جوه جامد جدا والاجواء رهيبه بجد. احنا كده في البريك اللي هو بين الشوطين، كده نلحق مع بعض الشوط الثاني، خلينا كده نتفرج مع بعض. احنا قاعدين شايفين الماتش كله قدامنا، بجد بصراحه الجو جامد جدا. برشلونه مسيطر على الماتش بشكل غير عادي يعني، في حماس من الجمهور، سيطره من اللعيبه رهيبه. الفرق ما بين الجون الثاني والثالث دقيقتين بالظبط، دقيقتين ودخلوا جون كمان، فاضل 4 دقايق على الماتش والماتش يخلص. يجينا احنا في الوقت الضايع 4 دقايق باقيين على الماتش. وكده الماتش بقى خلص لصالح برشلونه 3-0. الماتش كان جامد جدا والاجواء كانت رهيبه بجد، استمتعنا بوقتنا. وكده يبقى فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.